الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تحفيظ الآيات الكريمة من سورة الكوثر وسورة الكافرون إن شاء الله جل وعلا. فلننتبه نفهم الآيات الكريمة أولا، ومن ثم نكرر الآيات بالطريقة المعهودة كما نفعل، ثم إن شاء الله تبارك وتعالى نعطي الواجب على الآيات الكريمة. سورة الكوثر، من مقاصد هذه السورة الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر، يعني إن أتيناك أيها الرسول الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر في الجنة. يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. فصل لربك وانحر، فأدي شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة بأن تصلي له وحده وتذبح، خلافا لما يفعله المشركون من التقرب لأوثانهم بالذبح. إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو المنقطع عن كل خير، المنسي الذي إذا ذكر ذكر بسوء. يستفاد من سورة الكوثر رقم واحد كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه عز وجل وحفظه له، وتشريفه سبحانه جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. أعطى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النهر العظيم في الجنة، وهو خسارة لمن لم يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. سورة الكافرون، هذه السورة من مقاصدها البراءة من الكفر وأهله، البراءة من الكفر وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، قل أيها الرسول، يا أيها الكافرون بالله، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد في الحال ولا في المستقبل ما تعبدون من الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا، وهو الله وحده، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام. ملاحظة في هذه الآية في قوله جل وعلا ولا أنا عابد، نجد على الألف في كلمة أنا صفر مستدير. هذا الصفر المستدير إشارة إلى أن هذا الحرف لا ينطق، حرف علة زائد لا ينطق، أو يثبت وقفا، وفي حالة الوصل يحذف. يعني في حالة الوصل نحن نقرأ في الوصل ولا أنا عابد ما عبدتم، هكذا ولا أنا عابد، أنا عابد، لا أقرأ ولا أنا عابد، خطأ، لا، يحذف الألف في حالة الوصل. تمام، طيب، يبقى إيه؟ يحذف الألف في حالة الوصل. ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ما أعبده أنا وهو الله وحده، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الذي ابتدعتموه لأنفسكم، ولي ديني الذي أنزله الله سبحانه وتعالى علي. يستفاد من سورة الكافرون رقم 1 المفاصلة مع الكفار، رقم 2 مقابلة النعم بالشكر، يعني الله عز وجل ينعم علي أنا أقابل هذه النعمة بالشكر، أشكر الله سبحانه وتعالى. كيف يكون الشكر؟ بالعمل، بالجوارح. أشكر الله عز وجل بلساني وبقلبي وبالجوارح. بقلبي أن أعترف بهذه النعمة، باللسان أشكر الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث، أقول أنعم الله عز وجل علي بكذا، هذا من شكر النعم. رقم 3 أشكر الله عز وجل على هذه النعمة بالجوارح والأركان، أن أكثر من الصلاة، أكثر من الصيام، أكثر من الصدقة، أكثر من الدعوة إلى الله عز وجل، وهكذا، هذا شكر النعمة، أكون في طاعة دائمة لله عز وجل. والآن بعد فهم الآيات الكريمة، الآن مع التكرار، هيا بنا نكرر معا الآيات الكريمة حتى نحفظ الآيات بكل سهولة ويسر إن شاء الله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، 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 إنا أعطيناك الكوثر. فصلِّ لربك وانحر، 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 فصلِّ لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر، 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 إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، 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 لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عاب، ولا أنا عابد ما عبدتم، 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 ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم
لكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وبذلك تم التكرار. تحفظ هذه السور أو تقرأ 50 مرة وتحفظ بأمر الله تبارك وتعالى هذه السور الكريمة تقرأ 50 مرة. سؤال الدرس: ما هي الوصايا العملية المستخرجة من هذه الآية الكريمة؟ وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.